Yeah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه انتهينا بحمد الله تعالى من مسألة في غاية الأهمية من حيث البحث العقدي ومن حيث البحث الفقهي يعني هذه المساله وهي مساله التفويض والتشريع في بعض شؤون الدين من المسائل من جهه لها بعد كلامي وعقدي ومن جهه اخرى لها بعد واثار فقهيه واسعه النطاق كما اشرنا الى بعضها في الابحاث السابقه ولكنه حتى تتم هذه المسألة والأعز يكون على بينة من المسألة ويدفع قد ويدفع بعض الإشكالات التي تورد على هذه المسألة لا بأس ولو إجمالا أن نشير إلى بعض الإشكالات الواردة على هذه النظرية هذه النظريه اعزائي اشكل عليها بعده اشكالات، طبعا بعض الاشكالات مختصه بالنبي، يعني انه حتى النبي ايضا لم يفوض اليه امر التشريع ولو في دائره مخصوصه. تقول فماذا نفعل بهذه الروايات؟ يقول باعتبار اذا انه لا بد عرضها على الكتاب وعلى الأمور القطعية فإذا خالفتها لا بد من توجيهها لا بد من تأويلها لا بد من رد علمها إلى أهلها وبعض الإشكالات مختصة بمن يقول حتى لو قبلنا ذلك بالنسبة إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله فلا يمكن أن نقبل ذلك بالنسبة لمن للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ومن هنا تجد ولعله من من بعض المعاصرين ايضا يفصل بين النبي فيقبل بانه اوكل اليه دائره من دوائر التشريع ولكنه يتوقف في الائمه عليهم افضل الصلاه والسلام يقول نحن من المتوقفين ان لهم هذا المقام او ليس لهم هذا المقام. اما الاشكالات الوارده في هذا المقام اعزائي <applause> فأجملها تقريبا في مصابيح الأنوار الجزء الأول صفحة 469 في ذيل الحديث التاسع والخمسين حديث تفويض الأحكام إلى النبي والأئمة قال والتفويض بهذا المعنى وإن ورد به النقل ولم يحله العقل لا هو مستحيل عقلان يعني الامكان ثابت والوقوع ايضا ثابت لان الامكان اعم من الوقوع الروايات التي دلت على ذلك الا ان فيه اشكالا من وجوه انا هذه الوجوه اقراها واحده والاخرى واعلق عليها بقدر الممكن والا نخرج عن طبيعه هذا البحث وهو بحث التعارض يقول الاول انه مخالف لظاهر قوله تعالى ان هو الا وحي يوحى لانه صريح الايه المباركه ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى هذا اتصور اجبنا عليه مرارا وتكرارا وهو ايضا يجيب عليه في صفحه اربعمائه واثنين وسبعين يقول ويمكن رفع الاشكال الاول ان كل واحد من معاني التفويض الصحيحه قد ثبت بالوحي ايضا يعني انما فوض اليه ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وهو الذي قاله فوض اليه هذا وحي اوحي اليه لم تقل الايه كل مفردة من الأحكام يوحى إليه قال كل ما يقوله ماذا يوحى إليه ومما قاله ما هو ها أنه فوض إليه إذن هذا وحي إلهي وهذه نقطة مهمة هذا غير البيان السابق اللي أشرنا إليه قلنا أنه نقول أن الوحي أعم من التأسيس وماذا والإمضاء لا هذا بيان آخر هذا البيان الثاني وهو أنه نعم هذا وحي لانه رسول الله صلى الله عليه واله عندما يقول فوض الي او فوضني الله ادبني فاحسن تاديبي ثم قال لي يعني ماذا؟ هذا اللي ده يقوله 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 من عند نفسه او دي يقوله بمقتضى الوحي دي ينقل عن الله ان الله كما هو شرع في بعض الامور فانه فوض ماذا؟ في امور اخرى اليه إذا هذه الآية وأمثال هذه الآيات لا تنافي ما نحن بصدد إثباته فمثلا قوله تعالى ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي هو أوحي إليه التفويض وهو اتبعه وهو ماذا شرع في بعض الدوائر. الإشكال الثاني ان التفويض انما يكون فيما لم يرد فيه من الله تعالى وحي ولا كتاب نعم يعني عندما يقول صلاه الصبح ركعتين هذا تشريع الهي اما صلاه الظهر ركعتان من الله وركعتان انا ازيدهما او في الصوم او في الحج هذا لم يرد فيه نص من من الوحي الالهي يقول كما اوجبنا ركعتين اوجبنا ماذا الركعتين الأخيرة لا لم يرد والاحكام الشرعيه باسرها منصوصه حتى ارش الخدش قال ما فرطنا في الكتاب من شيء وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء أيضا شوفوا المغالطة وين المغالطة أعزائي تفتولي نعم نحن نعتقد حتى أرش الخدش مبين ممن في الشريعة نحن نحتاج أن نضيف على الشريعة شيء أو لا نحتاج لا نحتاج لماذا لأنه سالب من انتفاء الموضوع ما بقي شيء لم تبينه الشريعة حتى نحتاج إلى بيانه ولكن كيف بينته الشريعة بعد هاي الآية ما قالت لنا كيف بينته كله تشريع إلهي لو بعضه تشريع إلهي وبعضه ماذا تشريع نبوي وبعضه تشريع ولوي هذا بعد لم تقله قالت كل ما تحتاجون إليه فهو موجود أين موجود في الكتاب نعم موجود في الكتاب نحن نعتقد كل شيء موجود حتى هذا التفويض موجود ماذا في الكتاب أين ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتوا هذا التفويض بحكي. ولذا تجدون أن الأئمة سلام الله عليهم مرارا وتكرارا كان يقولون كل ما نقول لكم شيء اسألونا ماذا أين في كتاب نعم مع الأسف الشديد إما لضعف في القابل إما وإما وإما كثير من القضايا لو كانوا يسألون الأئمة لأجابوا ماذا؟ لأجابوا لا لكن ما سألوا الأئمة ولا إما في كثير من الأحيان ما كان يجدون مصلحة أن يبتدئوا ماذا؟ يبتدئوا البحث فإذا سئلوا كانوا يجيبون ما يسألون ولا يجيبون وفي بعض الأحيان كانوا يسألون ولا يجدون مصلحة ماذا؟ في الإجابة هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغير حساب اعطهم واعطوا صلاحيه ماذا ها قولوا معي وفوض اليهم امر الاجابه وامر ماذا الكتمه فوض اليه هذه من موارد التفويض البعض يتصور ان التفويض فقط ماذا في احكام لا 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 هذه من اهم موارد التفويض فوض به سليمان اللي هو نبي ليس من انبياء اولي العزم، فما بالك بانبياء اولي العزم فما بالك بمن هو افضل من انبياء اولي العزم وهو الخاتم. هذا موجود اعزائي، اذا هذه الايات اللي قالت ما فرطنا في الكتاب من شيء، نعم ومما دل عليه الكتاب انه فوض لمن؟ فوض للنبي وما دل عليه حديث النبي انه فوض لمن؟ للائمه عليهم افضل الصلاه هذا كله اصله اين؟ ولذا ويؤيد هذا المعنى اعزائي هذه الروايه قال ما من امر يختلف فيه اثنان الا وله اصل في كتاب الله تعالى لا تبادر إلى ذهنك نحن نقول شيء ولا يوجد أين في هذه الدائرة ولكن المشكلة أين ولكن لم تبلغه عقول الرجال مو بالضرورة أنت تقول وين 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 أنا راجعت ما لقيت في وقت أتذكر جاجارين إذا تتذكرون من صعد إلى القمر في الخمسينات يمكن عرفت شلون أيه فقال بانه احنا كنا ندور على الله في الارض قالوا لنا في السماء رحنا الى السماء ام ما ما لقينا الله هو الله في وقتها من باب النقض اجابوا قالوا له بيني وبين الله هواي سماوات اخرى شنو وهواي نجوم وهواي كواكب مليارات السنوات الضوئيه عد هذا النيكا الى كلهم دورت انه ما لقيت عد ذاك اشكالك استقراءك يصير تام قال انا استقراء شنو استقراء ناقص عزيز هذا الجواب طبعا الجدلي هذا وإلى الجواب الحقي أن الله ليس الشيء في عرض الأشياء حتى تبحث عنه ماذا في عالم الأشياء شيء لا كالأشياء فإذا إذا تبحث عنه لا تبحث عن الذي تبحث عن باقي الأشياء على الأحوال ارجع على البحث يقول لكن لا تبلغ عقول الرجال هذا صحيح يقول عنه إن الله تبارك وتعالى هذا يعني كله إشكالات على نظرية التفويض أنزل في القرآن تبيان كل شيء نعم نحن نقول ومما أنزل به ماذا ها التفويض ما إحنا, أحنا الآية ما قالت لنا أنزل تبيان كل شيء يعني حتى صلاة ركعتين أخريتين من صلاة الظهر هالشكل قالت قالت بينت كل شيء في الكتاب نحن نقول كل شيء في الكتاب ومما بين في الكتاب ها التفويض الى الى النبي والأئمه قال والله ما ترك شيئا يحتاج اليه العباد حتى لا يستطيع عبد ان يقول الله شكد الله سبحانه وتعالى رؤوف بعباده يقول انا هذا الكتاب القرآن مالي مذ أوجدته وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها رتبت فرد شكل ما من أحد يأتي عارفا كان فيلسوفا كان فقيها كان متكلما كان منجما كان طبيبا كان رتبته نظمته هندسته شكل لا يستطيع أن يقول ولو في مورد واحد لو كان كذا لكان أفضل يعني رتبته على ماذا؟ على أحسن ما يكون تشاهدين الآن بعض البيوت هو مهندسين يدخلون تجدوه هو يمجدون عجيب بناء عجيب ولكن لو فلان شي كان صاير فلان مكان شنو؟ كان أحسن وفوق كل ذي علم عليم الله سبحانه وتعالى يقول هنا الروايه عجيبه هذه الروايه يقول لا يحتاج اليه العباد والله ما ترك شيئا يحتاج اليه العباد حتى لا يستطيع عبد ان يقول لو كان هذا انزل في القران الا وقد انزله الله فيه يعني ليس في الامكان ابدع منك واحسن منك وبرهانه واضح هم لمي هم إني يا عزائي إني إلى الآن ما استطاع أحد أن يشكل على هذا الكتاب واللمي وهو أنه صادر من من, ف... من اللامتناهي المطلق وفي طبيعة الحال لا يمكن لأحد أن يشكل فيه ثم يشير إلى مجموعة من الروايات وفي العيون عن الرضا هاي الروايات كلها يريد اجعلها مخالف ماذا مقابل روايات التفويض الروايه عن الرضا جهل القوم وخدعوا عن اديانهم ان الله لم يقبض نبيه حتى اكمل له الدين وانزل عليه القران فيه تفصيل كل شيء بين فيه الحلال والحرام والحدود والاحكام وجميع ما يحتاج اليه كملا فقال ما فرطنا في الكتاب من شيء اذا كان الامر كذلك بعد نحتاج الى تشريع النبي وتفويض النبي او لا يحتاج يقول قد يقول قائل بعد ماذا؟ كما هو يشكل قد يقول قائل يكون في علمكم هذا يكون يعني ما اجاب عنها ها يعني كل الاشكالات ذكرها مولانا وحارف الجواب عنها فلم يجب عنها الا في سطر واحد سنقراها لكم احنا نجيبها حتى بكره اذا قراتموه لا تقعون في هذه الاشكال وإلا خل أستبق البحث هذه الإشكالات كلها يجيب عليها وبالنسبة إلى البواقي بأن المراد بالتفويض إليهم التفويض في الأحكام الظاهرية كالتقية ونحوها دون الأحكام الواقعية يقول لا مولانا أحكام الواقع ما فوض خل نخلص مولانا من مئة إشكال لا 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 فوض إليه أساسا فيما فوض إليهم لا يوجد حكم واقعي حتى يكون ماذا هناك الحكم الواقعي بجعلهم يكونوا ماذا يكونوا حكما واقعيا والا قبل جعلهم وقبل ارادتهم لا يوجد ماذا لا يوجد هسه هاي الروايه عن الامام الرضا يقول وبين فيه الحلال والحرام والحدود والاحكام هذول الاعلام ذهنهم كان يروح الاحكام يعني الاحكام التكليفيه والاحكام الوضعيه المتعارفه من الاحكام التفويض وهذا حكم من الاحكام الالهي من الحدود ماذا ها التفويض اليس حد من حدود الله نعم الله فوضه رسوله ذلك روايه اخرى في النهج عن امير المؤمنين قال ام انزل الله دينا ناقصا فاستعان بهم على اتمامه ام كانوا شركاء له فعليهم ان يقولوا وعليه ان يرضاه ام انزل دينا تاما فقصر الرسول عن تبليغه وادائه والله سبحانه يقول ما فرطنا في الكتاب هذا قياس استثنائي اعزائي استعمله الامام وفيه في التالي شقوق ثلاثه والتالي باسره باطل فالمقدم ماذا فالمقدم مثله يقول بأن هذا الذي تقولون تفويض هذا إما لازمه أن يكون الدين ناقصا فاستعان بغيره على إتمامه هذا الشق الأول وإما أن يكون للحق شركاء في التشريع فإذا حكموا عليه ماذا؟ أن يرضى هذا الشق الثاني وإما أنزل دينا تاما والرسول قصر ماذا؟ في إبلاغه حتى تشرعوا والتالي باسره باطل لا انزل دينا ناقصا ولا 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 اذا ماذا؟ اذا لا نحتاج الجواب لم ينزل دينا انزل دينا تاما ومن اجزاء هذا الدين هو ماذا؟ قولوا مع شنو؟ التفويض اليه من؟ نعم لو لم يفوض لعله كان دينا ماذا؟ كان ناقص من قال بان التفويض دلاله النقص بل التفويض دلاله ماذا دلاله تمام هذا الدين وهذه الشريعه الثالث هذا الاشكال الثالث بعد الاول والثاني مربوط بالنبي هذا الثالث مرتبط بمن بالائمه وهو اشكال اعزائي كثيرا ما يتداول يتداول على الالسن، احفظوا جيدا الاشكال حتى تعرفوا الجواب. يقول ان اكثر الروايات الداله على تفويض الاحكام الى النبي تضمنت تفويض الاحكام الى الائمه ايضا. وهذا اشكال غير الاشكال السابق، الاشكال السابق مرتبط بالتفويض الى النبي. هذا الإشكال مرتبط ماذا؟ بالتفويض إلى الأئمة والقول بتفويض الأحكام إلى الأئمة مناف لما ثبت من استكمال الشرع في زمان النبي كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لم يبقى شيء من الكتاب والسنه لم يبين حتى يبينه ماذا؟ ها؟ او يشرعه الائم. وهذا اشكال حق والانصاف اشكال فني هذا. وقريب من هذا الاشكال اعزائي شوي اخرج للبحث الكلامي. الرازي وامثال الرازي عندهم اشكال في هذه الايه. شنو يقولون؟ خلوا ذهنكم يا اعزائي الاشكال قلت لكم في الاعم الاغلب لا يلتفت الى الاشكال. وهو يقول تقولون يوم نصب علي للامامه كمل ماذا؟ شنو؟ كمل الدين. سؤال يقول, يقول الرازي سؤال قبل نصبه للامامه كان الدين كاملا او كان الدين ناقصا؟ شو تقولون؟ الرازي يقول فإن قلتم كان كاملا إذا فلا نحتاج إلى ماذا؟ إلى علي وإن قلتم كان ناقصا إذا رسول الله إلى أخريات حياته عاش مع دين شنو؟ ناقص ولا يمكن الالتزام لا يمكن الالتزام بالثاني ولا الأول ينفعكم بل يضركم هذا إشكال الراجع وهو قريب من هذا الإشكال يقول أساسا كم ولا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم الجواب أعزائي في جملة واحدة وهي أننا نعتقد أن الدين كماله بإمامته وهذه الآية مدت تكلم عما سبق وانما تتكلم عما ماذا؟ عما سياتي يعني لو تركت الدين بلا امام وقيم لكان الدين ماذا؟ لكان التشريع ناقص اما في حياتي لا ما كان ناقصا كان تاما ولكن كان تاما بماذا؟ ها؟ بنبوه النبي نعم اذا ترك ذهب النبي وتركت الامه سوف يكون ماذا سوف تكون شريعه ناقصه اذا هل يوم اكملت لكم دينكم يعني باعلان الامامه العامه لكم بعدي صار هذا الدين ماذا ها لو لم افعل لكان ماذا لكان ناقص نفس هذا الجواب أعزائي نقوله ماذا؟ أقول معي في التفويض اليوم أكملت لكم دينكم، يعني شنو؟ يعني نصفت إليكم أئمة وفوضت إليهم فلو لم يفوض لكان ماذا؟ لكان ناقصا. إذن مو أن التفويض دليل النقص بل التفويض ماذا؟ دليل كمال هذا. إذا أعزائي فتلخص مما تقدم مجموعة هذه وطبعا كل الإشكالات القائلين بإنكار التفويض في شؤون الدين في النبي أو الأئمة تدور في محور جنو هذه الروايات إذا إلى هنا انتهينا أعزائي وهذا هو المختار وهذا هو مختارنا في المسألة هو أنه أساسا أن هناك دائرة من شؤون الدين اوكل تشريعها الى من؟ الى النبي ودائره اخرى التي لم يشرع فيها النبي، والا لو شرع تكون كجزء ثابت بعد الامام الذي ياتي بعده يستطيع ان يغير او لا يستطيع، لا يستطيع ان يغير شيئا ابدا. اما هناك دائره اضيق منها او بقدرها اوكلت لمن؟ الى الائمه عليهم افضل الصلاه والسلام. هم الذين شرعوا فيها يبقى عندنا هذا تمام الكلام أعزائي في مسألة التفويض إذا حتى أكرر من باب الذكرى إذا أعزائي لا بد أن نميز جيدا بين تشريعات الله وبين تشريعات من تشريعات النبي والأئمة لان لكل واحد من التشريعين احكامه وآثاره الخاصة به وعلى اساسه سوف تتضيق عندنا دائره اختلاف الاحاديث تبقى عندنا او مساله اخرى اعزائي وهو ان هذا التفويض والتشريع للنبي والائمه بمقتضى نظريه ولايه الفقيه تثبت للفقيه او لا تثبت قد يقول قائل كل ما ثبت للامام بمقتضى بمقتضى الكلام الذي ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه قال ويمكن بناء على ذلك الجزء 40 صفحه 18 ويمكن بناء على بناء ذلك بل لعله الظاهر على اراده النصب العام في كل شيء على وجه يكون له ما للامام كل ما ثبت للامام فهو لمن؟ ها؟ للمجتهد المطلق للحاكم الشرعي لرواه الحديث لمن عرف حلالهم وحرامهم بل هو مقتضى قول صاحب الأمر وأما الحوادث الواقعة فإنها تدل ضرورة كون المراد منه أنهم حجتي عليكم التفت حجتي عليكم في جميع ما أنا فيه حجة الله عليه ولذا احنا مرارا ذكرنا انه صاحب نظرية ولاية الفقيه المطلقة منه صاحب الجواهر لو تجمعون واقعا فد رسالة ماجستير انه ماذا يقول صاحب الجواهر في ولاية الفقيه في الجواهر مع الاسف هذا الكتاب الى الان مظلوم في اوساطنا العلمية ماذا يقول صاحب الجواهر في علم الامام واقعا اجمعوا هذا واقعا نافع الذي يقوله صواح صاحب الجواهر في علم الإمام في كتاب الجواهر لعلك لا تجد نظير نادرا تجد نظير له في كلمات علماء في جميع ما أنا فيه حجة الله عليكم إلا ما خرج سؤال تفويض التشريع يا تشريع مو الحكم الولائي يعني ماذا يعني أن الفقيه يشرع حكما يكون جزءا ماذا؟ جزءا من الشريعه فيجب التسليم والطاعه له على حد التسليم والطاعه ماذا؟ لله ولرسوله وللائمه فهل هو داخل في عموم هذا هذا التوقيع المعتبر الصحيح سندان او الا ما خرج من المستثنيات اي منهم الجواب اعزائي هذا من المستثنيات هذه الصلاحيه لم تعطى لاحد غير النبي والائمه بالاتفاق لا يكون رأيها امرأيها بالاتفاق لدليلين اولا لدليل. الدليل الاول اشبه ما يكون بالدليل العقلي والدليل الثاني اشبه ما يكون بالدليل او دليل النقل اما الدليل العقلي انه بعد ان ثبت عند العدلية أن الأحكام الشرعية قائمة على أساس المصالح والمفاسد الواقعية وأن من يريد أن يعطي حكما ثابتا يعني حلال إلى يوم القيامة أو حرام إلى يوم القيامة لا بد أن يكون محيطا بجميع المصالح والمفاسد الواقعية في لوح الواقع وهذه تتوفر لغير المعصومة أو لا تتوفر ها؟ محال أن تتوفر لغير المعصوم نعم قد تتوفر له بعد التي والتي وبعد كل الإمكانات أن تتوفر له بعض المصالح والمفاسد أو التعرف على بعض المصالح والمفاسد الآنية الوقتية المرتبطة بزمان معين بأشخاص معينين بدولة معينة أما لا يمكنها أن تتوفر ماذا؟ لكل زمان ولكل زم... ز... مكان ولكل ظرف ولكل شروط ولكل الاناس الى قيام الساعة لو كانت الأحكام مو ناشئة عن المصالح والمفاسد نعم اما مبنى العدلية ماذا يقول يقول ناشئ عن مصالح ومفاسد فمن يريد ان يعطي حكما كليا لا بد ان يعرف ماذا صالح هذا الإنسان كان إنسان المحراث أو كان إنسان الذرة أو كان إنسان عصر الاتصالات صلاة الصبح ركعتين شنو ها فيه مصلحة خلص دات. هذا كل واحد يقول لا يستطيع هذا أولا وأما الدليل ماذا النقل أعزائي في الدليل النقلي أعزائي هاي الرواية واضحة في بصائر الدرجات المجلد الثاني في الصفحة 242 في نفس الباب اللي احنا مرارا اشرنا اليه يعني بالي باب باب, باب باب ما فوض الى الله والى رسوله الرواية رقم 12 او رواية تسلسل العام 1375 الرواية قال قال ابو عبد الله ابو عبد الله عليه افضل الصلاه والسلام لا والله ما فوض الله الى احد من خلقه الا الى رسول الله والى الائمه عليه وعليه السلام هذا التفويض بعد نفي واستثناء واضح أن هذا التفويض هسه أعم من أن يكون التفويض أمر التكوين، فالوجدان يكذبه من يدعي ذلك. الآن نتكلم على مستوى تفويض ماذا؟ شؤون الدين، فهي واضحة بشكل واضح لا مراءة فيها أنه ماذا؟ يمكن أن تكون، الجواب يقول لا، لم يفوض ذلك إلا إلى النبي والأئمة، فقال إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله وهي جارية في الأوصياء لا يتبادر إلى ذهنكم أن هذه الآية مختصة بمن؟ بالنبي لا 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 هذه روايات الجري هذه كما تشمل النبي تشمل ماذا؟ باقي الأوصياء جي. تبقى عندنا قضية واحدة حتى ننتهي إن شاء الله نغلق هذا الملف وننتقل إلى ملف آخر وهي الأحكام الولائية أعزائي وهو التفتولي جيدا وهو بيان مثال للتفويض انا اضرب العنوان مثل اضرب العنوان البحث ان شاء الله بيانه الى غد من اهم وظائف النبوة عموما هي انه هو المسؤول عن ابلاغ الوحي الالهي بنص القران لتبين للناس ما نزل إليهم أصلا وظيفتك وظيفة النبي هي ماذا بيان الإبلاغ الإلهي إبلاغ البيان الإلهي قال بلغ ما أنزل إليك من ربك أصلاً أنت مسؤول وما هو على الغيبي بظنين أصلا مو من حقه إذا أمر أن يرد إذن الرسول وظيفته الأصلية أعزائي تفتوا لي جيدا هذا كمثال أضرب إلي قضية التفويض من مصاديق التفويض الرسول مغبل... م... مسؤول عن تبليغ معارف الدين سؤال هل فوض رسول الله في بعض المكانات أو الأماكن والموارد هو لا يبلغ وإنما ينيب غيره ليبلغ أصل الدين أو هذا مو مسموح له مرة رسول الله يجي يقف أمام الناس ويبلغ الأمر الإلهي ثم يقول فليبلغ الشاهد ماذا الغائب ويبلغ يبلغ الحي ماذا الميت هنا من ع... من سمع منه ماذا ها ينقل صحيح ولا وهذه كانت الطريقه العامه ومره لا يجي أمين الوحي يبلغ الحكم يقول له هذا ماذا حكم الله فإذا وظيفته شنو شنو هي التبليغ رسول الله يقول أنا ما راح أبلغ تعال يا فلان بعد ما نبلغها تعال يا فلان هذا أقول لك إياه أنت بعد خمسين سنة هذا قوله هذا مفوض إلى هذا لو ما مفوض لو لابد كل شيء يبينه وهذه قضية مهمة أعزائي في فهم ما صدر من الأئمة أن هؤلاء شرعوا أو أن هؤلاء أظهروا ما بلغهم رسول الله ياهو منهم ما أدري واضحة المسألة يا ولا يعني إحنا نجد الآن كثير من أحكامنا من بينها لنا ها؟ الائمه بينوها، بعضها نسبوها الى الرسول. قالوا رسول الله هكذا انتهينا خلاص. بعضها ماذا؟ ينسبوها الى انفسهم، هذا اللي بده ينسبوا الى انفسهم، هذا تشريع من عندهم. لو هذا ابلاغ امروا باظهاره في زمانه المناسب، يا يمت يا ومن فان قبلنا الاصل ان رسول الله فوض اليه ان أن يفوض أمر الإبلاغ الابتدائي واضح الصفة أما إذا لم نقبل ذلك إذن كل ما صدر من الأئمة سوف يكون شنو تشريعا هذه القضية إن شاء الله في غد والحمد لله رب العالمين يا ربنا